صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 77 لسنة 2022 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جافي. تعين الدكتورة مريم حسن السيد مصطفى رئيسا تنفيذيا لهيئة جودة التعليم والتدريب لمدة 4 سنوات.